السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كيف احسب باستعمال المعداد بشكل سريع تعرفنا في الفقره السابقه على الاصابع المكلفه بتحريك الخرزات يعني لكي احسب بالمعداد ولاتمكن من الحساب بالمعداد بشكل سريع استعمل الاصابع المكلفة بتحريك الخرزات ونقوم بتمرين بسيط نحسب من واحد الى ثلاثون واحد الى خمسون واحد الى مئة باستعمال الاصابع المكلفة بتحريك الخرزات كيف ذلك في البداية ستجدون بعض الصعوبة في الحساب على المعداد ولكن مع الممارسة ستصلون إلى تثبيت النقطة الأولى تثبيت الأصابع المكلفة بتحريك الخرازات والنقطة الثانية ستصلون إلى سرعة لا بأس بها في الحساب لأن هذه النقطتين لديهما دور في العمليات مستقبلا إن شاء الله لأن تثبيت الأصابع والتدرب على الحساب بسرعة يساعدنا مستقبلا على إنجاز العمليات الحسابية بشكل سريع تمرين أقوم بواحد تلتلاتون تل تل في البداية كمبتدئين ستحسبون وما تفكرون في الاصابع المكلفه بتحريك الخرزات يعني ستفكرون اي اصبع ساستعمل هل الابهام هنا انزل بالسبابه هنا انشط بالوسطى واطرح الوسطى هذا امر عادي في البدايه ولكن مع التدريب بشكل مستمر ستترسخ لديكم طريقه الاصابع وستقومون بالحساب بشكل سريع دون التفكير في الاصابع المستعمله في تحريك الخرزات ولكن للوصول الى هذه المرحله لا بد من الالتزام بالتدريب موعدنا في الفيديو القادم ان شاء الله مع مراجعه لفقره جديده دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته